معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عامر صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اخي كريم بيزا، حضرتك اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. النهارده كان تقديم الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، نفى بقى كل الاشاعات والحاجات اللي كانت بتطلع الفتره الماضيه انه اتحاد الكره تراجع عن تعيين الكابتن ايهاب جلال، وان الكابتن ايهاب جلال مش عايز يدرب منتخب مصر، وان الكابتن ايهاب جلال معترض على حاجات، وانه اعضاء اتحاد الكره مختلفين. كل الامور دي اتقفلت النهارده بالمؤتمر الصحفي. الحمد لله. طبعا مستحيل ان اتحاد الكره ياخد قرار ويرجع فيه، خاصه ان الكابتن ايهاب مرشح من مده طويله وما حصلش توفيق في التعاقد مع اتحاد الكوره، والراجل اللي اسمه في الكادر بقاله مده طويله وغير من اشكال كل الفرق اللي مرنها، فلازم ياخد استقرار كمدرب وطني الحقيقه، ولازم الناس كلها تدعمه، وده اللي اتاكد النهارده من مجلس الاداره كله. عظيم جدا. طيب انا في سؤالين النهارده في المؤتمر الصحفي، يعني ما كانش ليا الشرف ان انا احضر المؤتمر الصحفي، وكان نفسي اسالهم في فرصه حضرتك معايا اسالهم لحضرتك. اول حاجه انه الكابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين اللي بيحبوا يحطوا طرق لعب معينه، وله اسلوب خاص جدا في طرق اللعب محتاجه تحفيز ومحتاجه استمراريه. هل هيبقى في معسكرات طويله الامد الفتره اللي جايه؟ هل هيبقى في مباريات وديه عديده عشان يقدر الكابتن ايهاب جلال يتعامل مع اللاعبين او يحط افكاره مع اللاعبين اللي هيختارهم؟ هو للاسف طبعا ان الاجنده الدوليه من يوم 30 ليوم 14/6 اجنده طويله جدا 14 يوم، انما برضه للاسف ان الاتحاد الافريقي حد المباراتين يوم 2 يعني في اول الاجنده ويوم 6 وان في 9 ايام بعد كده لغايه يوم 14. انا ما اعرفش كان واجه استعجاله ان يجيب الناس والمحترفين يجوا من بره على ماتشات على طول، ما يديش فرصه للمنتخبات ان هي تتمرن. ودي طبعا الصعوبه اللي مقابله الكابتن ايهاب جلال، عشان كده واكد النهارده ان هو هياخد اللعيبه الجاهزه وهيبدا من حيث انتهى مستر كروش بنفس اللعيبه اللي هو لو ما فيش اصابات يعني او اللعيبه اللي مش جاهزه، انما غير كده اللعيبه اللي جاهزه وكانت موجوده في المنتخب هو اكد ان هو هيتعامل معاهم في اول مباراتين، وبعد كده هعمل مباراه يوم 12 او 13 عشان بقيه اللعيبه، لانه بعد المباراتين اللعيبه المحترفه في الخارج هيديهم اجازه لان الموسم انتهى بالنسبه لهم، فمش عايز يحرمهم من الاجازه. وبعد كده المباراه الوديه يوم 12 او 13 هيبقى عنده الفرصه ان هو يشوف اللعيبه اللي هي في القريب او متواصل فيها ان هي تاخد مكانها في المنتخب ان شاء الله. عظيم جدا. طيب الفترة اللي جاية الكابتن إيهاب جلال معاه تشكيل فني محترم من الجهاز الفني، والتعاقد حسب ما أعلن إنه هيبقى لمدة عامين. إشمعنى أو ليه لمدة عامين يا كابتن عامر؟ يعني ليه مش سنة مع نهاية كأس الأمم الأفريقية السنة الجاية، أو بعد نهاية تصفيات كأس العالم مثلا قبل 2026؟ إشمعنى عامين؟ يعني إشمعنى الاختيار لعامين؟ هو بياخد فرصة كاملة، عندنا بطولتين أفريقيا ورا بعض، وفي بعض تصفيات كأس العالم ممكن تتلعب في فترة العامين دولت. وبعدين الامور ما دام مدرب وطني هو ما عندوش اي شروط، ما عندوش اي تحفظات الحقيقه، الراجل كان سهل جدا في التفاوض على انه واحد من مصر، وهيهمه اولا واخيرا من مصلحه المنتخب، فاكيد مش هيحصل اي خلافات او مشاكل بين الاتحاد وبين مدير فني وطني، عشان كده الامور كانت سهله جدا. طيب سؤالي القادم لحضرتك بعيد عن الكابتن ايهاب جلال، هل اتحاد الكره خد قرار فعلا انه المدربين بدايه من الدور الثاني للدوري مش هيتم تغييرهم او مش هيتم تداولهم في الانديه حتى نهايه الدوري؟ هي كانت توصيه من الرابطه، بالظبط رابطه الانديه، لان الحقيقه احنا فوجئنا في الفتره الاخيره انتقالات كتير جدا، وكان في بند موجود تم الغائه في بدايه الموسم قبل ما احنا نيجي الاتحاد، فبالتالي كل الاعضاء اتفقوا على ان لازم نعمل استقرار للانديه ونحد من الظاهره ديت. فمؤقتا اخذنا بدايه من بكره ان شاء الله قبل بدايه الدور الثاني ان كل المدربين ما انتقلوش من نادي لنادي حتى نهايه الموسم، وبعد كده نرجع البند اللي هو كان اتلغى وتطلع مع تعليمات القيد الجديده ان شاء الله في الموسم اللي جاي. عظيم جدا. طيب بالنسبه لمباراه الزمالك والاسماعيلي في الدوري، سمعت تصريح لحضرتك انه هيتم تعديل موعدها عشان هي بتتعارض مع نهائي دوري ابطال اوروبا، هل تم تحديد ميعاد جديد لهذه المواجهه؟ احنا قلنا هنحرك الميعاد بس كده،
ما فيش اعتراض من الناديين، النادي الاسماعيلي رحب ونادي الزمالك لسه في اتصال معاه عشان خلاص ما عندوش اعتراض، هنقدم المباراة الساعة 6:30، خاصة ان القناة اللي واخدة حق الرعاية اون تايم عندها 3 قنوات دلوقتي بتذيع 3 مباريات في وقت واحد ممكن، فبالتالي مش هتضر الجمهور في حاجة، والناس تقدر تستمتع. جمهور الزمالك طبعا مرتبط بالمباراة بتاعت الإسماعيلي، والنادي الإسماعيلي نادي جماهيري كبير جدا في محافظة كاملة، فالناديين من الأندية الكبيرة اللي لهم جماهير، فبالتالي ما نقدرش نحرم الناس إن هم يستمتعوا بالمباراة ويستمتعوا بالنجم العربي الكابتن محمد صلاح اللي الناس كلها بتأيده وتدعمه عشان يحصل على البطولة تتحسب له وتتحسب لمصر، إنه هو طبعا ممثل مصر دلوقتي خارجيا خاصة بعد عدم وصولنا لكأس العالم، فبقى هو اللي في الساحة الدولية اللي هو باين وبيدي سمعة طيبة للكرة المصرية. عظيم جدا. طيب النهارده النادي الأهلي أصدر بيان طالب فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد. موقف الاتحاد المصري في هذا الأمر، دعمه للنادي الأهلي في هذا الأمر، هل في خطوات من اتحاد الكرة في هذا الأمر ولا تاركا الأمر للنادي الأهلي في علاقته مع الكاف؟ احنا بعتنا خطاب للاتحاد الافريقي من اسبوع للاتحاد على ان المباراه النهائيه تبقى في دوله مش مشاركه في المباراه، مش من احد اطراف المباراه. يعني حضرتك بعته فعلا حاجه للاتحاد الافريقي؟ الاتحاد بعت ولغايه دلوقتي ما حددش ولا الميعاد ولا المكان. صحيح. يعني احنا شوف النهارده بنتكلم احنا بيوم كام، المفروض بعد 19 يوم ان الاتحاد الافريقي محدد في الاجنده من يوم 22 يوم 29 المباراه النهائيه للكونفدراليه ابطال الدوري، وللاسف ده طبعا اللي عمل له مشكله، وانا بحط الجدول الحقيقه ان يعني ما فيش يوم محدد. صحيح. وبعدين طلع كلام من يومين ثلاثه ان ممكن المباراه تتاجل لبعد الاجنده بعد 14/6. صحيح. فطبعا دي تعمل لنا لخبطه ثانيه. صحيح. فنتمنى الاتحاد الافريقي يعجل بالقرار باليوم وبالمكان. صحيح. كابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.